مساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي، برحب بيكم في حلقة جديدة من كلام في الميديا. أكيد النهاردة في أحداث مهمة جدا هتكون موجودة بعد اجتماع مجلس الإدارة برئاسة كابتن محمود الخطيب، الاجتماع اللي أكيد معمول عشان يناقش أهم أزمات النادي الأهلي طبعا، وإن احنا نتخطى الكبوة اللي حصلت النادي الأهلي أو أزمة النادي الأهلي في عدم حصوله على اللقب الأفريقي التاسع ليه في مباراة رادس اللي كانت يوم الجمعة اللي قبل اللي فاتت. طبعا كمان هيكون ضيفنا النهاردة أستاذ علاء محبوب الناقد الرياضي في مجلة المصول، هنناقش معاه طبعا خلال حلقتنا النهاردة العديد من الموضوعات والأخبار المحلية والعالمية وكمان أخبار محترفينا في الخارج، وأكيد الحدث الأهم أكيد طبعا هيكون اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي المقام حاليا في نادي الأهلي الجزيرة. طيب البداية طبعا دايما بتكون بأهم عناوين حلقتنا. الأهلي يستكمل اليوم خطته لتصحيح مسار قطاع الكرة، الفريق يفوز على شباب الأهلي بهدف وليد سليمان وديا. كارترون جاهزين لمواجهة الوصل وفريق الشباب يضم مجموعة مميزة من اللاعبين. فتحي يغيب عن مواجهة الوصل ومحاولات لتجهيز محمد هاني. محمد يوسف الوقت ليس مناسب للحديث عن الراحلين عن الأهلي. بعد فوز مصر على تونس ناجي محمد الشناوي هو حارس المنتخب الأول واللعيبة رجالة. صحيفة بريطانية ميسي وضع محمد صلاح ضمن صفقات تدعيم برشلونة. كالعادة دايما بنبتدي حلقتنا بأهم الكلام اللي اتقال عن النادي الأهلي في الجرايد. الأخبار ارتياح في القلعة الحمراء بعد ثورة التصحيح وترقب للصفقات الجديدة. الأهلي واصل اجتماعاته اليوم والخطيب يحسم تشكيل قطاع الكرة. أشغال شاقة في لجنة التعاقدات لإنجاز مهمة الإنقاذ وكارتيرون يعد بالتطوير. الجمهورية ثورة التصحيح انطلقت في الأهلي، الخطيب يترأس لجنة التعاقدات لحسم الصفقات. الشروق الأهلي يستكمل إصلاحات قطاع الكرة اليوم. اليوم السابع الأهلي يستكمل اليوم خطة ثورة تصحيح قطاع الكرة. في الأخبار المسائي الأهلي يستكمل قرارات التصحيح. الوطن عاصفة التغيير مستمرة في الأهلي والخطيب يخضع لجراحة عاجلة. المساء ثورة التصحيح مستمرة في الأهلي، مجلس الإدارة يناقش الصفقات الشتوية مع عرابي، كارتيرون يخطط للفوز على الوصل بالهجمات المرتدة والكرات الثابتة. الجمهورية هشام محمد بديل السلية، الوصل ورقة الأهلي الباقية في البطولة العربية. الأهرام الجبلية والأهلي يشيدان بقرار الاتحاد السعودي لتأجيل السوبر. نروح معاكم سريعا لأهم تفاصيل المنشطات اللي استعرضناها مع حضراتكم دلوقتي، وهنبتدي من الجمهورية. الجمهورية قالت ان بيستكمل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب الاجتماعات اللي موجودة دلوقتي عشان طبعا يعملوا ثورة للتصحيح، وده بدأها امبارح عشان استعادة هيبة فريق الكورة مرة تانية، وده طبعا بعد الفشل في التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا. بيعقد الخطيب اجتماع مع لجنة التعاقدات النهاردة عشان يناقش طلبات الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق من اللعيبة خلال الفترة اللي جايه، وبدء التفاوضات طبعا مع اللعيبه اللي حطهم كارتيرون في قائمته عشان يحسموا الملف نهائيا. وسريعا هنروح لمقر النادي الاهلي في الجزيره لمراسلنا كريم احمد، هناك هيقول لنا اخر التفاصيل والكواليس والاجواء الخاصه باجتماع مجلس اداره النادي الاهلي حاليا.
برحب بكل الساده المشاهدين جمهور النادي الاهلي في كل مكان. اكيد طبعا في انتظار كبير من كل جمهور النادي الاهلي اعضاء النادي الاهلي لهذه القرارات الهامه جدا طبعا اللي صدرت يمكن يوم الخميس النهارده، كان استكمالا لجلسه اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي اللي كان مستمر، وكانت جلسه يمكن امتدت لست او سبع ساعات بدات فيها الساعه الخامسه يوم الخميس. يمكن صدرت قرارات طبعا زي ما يمكن كل جمهور النادي الاهلي والسوشيال ميديا والصحافه طبعا الرياضيه يمكن تناولتها بشكل كبير، لكن النهارده كمان هيكون في قرارات هامه جدا بالنسبه للجهاز الفني للنادي الاهلي، بالنسبه لقطاع كره القدم بشكل عام. كمان يمكن بشكل حصري على شاشه قناه النادي الاهلي يمكن كابتن سيد عبد الحفيظ كان متواجد النهارده خلال تواجده مع الكابتن محمود الخطيب في جلسه منفرده، توافد الكابتن سيد يليه مباشره كابتن حسام غالي كابتن فريق النادي الاهلي، ايضا كمان الكابتن محمد فضل ايضا كمان تواجد، وكان يمكن اجتماعات منفرده مع الكابتن محمود الخطيب. المهندس عادل القيعي ايضا كان متواجد داخل مكتب مجلس اداره النادي الاهلي. يمكن حتى هذه اللحظه كان الظهور زي ما قلت لك الباشمهندس عادلي الكابتن سيد كابتن حسام غالي كابتن محمد فضل، وليها اتباعا طبعا نظرا لقرب الوقت الكبير لاجتماع مجلس الاداره اللي يمكن حدد ليه يكون فيها الساعه الخامسه اليوم. شفنا طبعا المهندس محمد الضماطي عضو مجلس الاداره، استاذ ابراهيم الكفراوي، الاستاذ طارق انديل، معالي وزير العام فاروق نائب رئيس مجلس الاداره، الكل يمكن بيتوافد على مكتب مجلس اداره النادي الاهلي لانطلاق الاجتماع الهام جدا. وبناكد ان اجتماع هام لان في قرارات هامه جدا طبعا بعد الفتره الماضيه والاحاديث الكثيره جدا لمجلس الاداره والاتفاقات اللي لابد يكون في تصحيح كبير جدا خلال الفتره اللي جايه لفريق النادي الاهلي. وبناكد يا شيما وبنخلي جمهور النادي الاهلي كمان يكون معنا في الصوره، النادي الاهلي خلال الفتره الماضيه يمكن بذل كل المجهود الكبير فنيا واداريا طبعا للحصول على البطوله الافريقيه اللي كانت حلم كبير جدا لكل جمهور النادي الاهلي، لكن كعاده البطل وكعاده النادي الاهلي لابد يكون في استمرار للاداء، استمرار للبطولات، عدد كبير مشاركين في البطولات، لابد غلق هذه الصفحه بكل ما حدث فيها في البطوله الافريقيه. والفتره القادمه النادي الاهلي يمكن يشتغل على نفسه بشكل كبير في الجهاز الفني، اللاعبين في تدعيماتها تكون قويه خلال الفتره القادمه للنادي الاهلي. يمكن ده اللي احنا بنلمسه وبنشوفه من خلال كمان معلوماتنا، يمكن بنحاول ان احنا طبعا نتقصى المعلومات داخل النادي الاهلي. الفتره اللي جايه هتكون في اخبار مبشره جدا لجمهور النادي الاهلي، زي ما بنقول وبناكد على الصفقات، لابد يكون في صفقات هامه جدا خلال الفتره اللي جايه. ايضا كمان الاجتماعات اللي مستمره لمجلس اداره النادي الاهلي في ظل طبعا التعب الكبير جدا للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، اللي بيتمنى له طبعا السلامه والشفاء العاجل. هيكون في عمليه يوم الاثنين ان شاء الله باذن الله يكون الفتره القادمه الكابتن محمود الخطيب بكعادته متواجد داخل النادي الاهلي، ما يبقاش في اي الام خلال الفتره القادمه بالنسبه له. يمكن رغم الالام اللي احنا بنقول عليها لكن مجتمع، وكان متواجد النهارده اول يمكن المتواجدين داخل مجلس اداره النادي الاهلي. زي ما بقول لك بدات الاجتماعات فرديه مع كابتن سيد باشمهندس عادلي كابتن محمد فضل كابتن حسام غالي، وفي اللحظات اللي انا بكلمك فيها دي يمكن في اجتماع مصغر كده بين الكابتن محمود الخطيب كابتن عادل القيعي كابتن محمد فضل وكابتن سيد عبد الحفيظ. امور كلها طبعا بتتناول خلال الفتره القادمه ايه اللي ممكن النادي الاهلي يقوم بيه او النادي الاهلي ممكن يطلبه خلال قطاع كره القدم، لان اكيد تواجد الكابتن سيد هيكون ليه دور خلال الفتره القادمه. ايضا كمان حسام غالي ومحمد فضل يمكن خلال الفتره اللي فاتت او خلال اليوم الماضي يمكن استقاله حسام غالي، والناس يمكن تناولت بعض الاستقالات لحسام غالي ومحمد فضل، لكن باكد لك حتى هذه اللحظه لم يصدر اي قرار رسمي باستقاله حسام غالي او استقاله محمد فضل. اكيد بنطمن كل جمهورنا من خلال شاشه الاهلي، بننتظر القرارات الصحيحه. في اجتهادات كثيره جدا يا شيما خلال الفتره الماضيه اكيد بيكون فيها بعض المعلومات صحيحه، لكن يمكن اغلب المعلومات بيكون فيها لغط كبير جدا، فبنتمنى الكل يكون مساند للنادي الاهلي، الكل يكون خلف النادي الاهلي، الخبر يكون صحيح فقط. يعني الاجتهادات دي يمكن بتاثر شويه على القرارات، بتاثر شويه على الراي العام داخل النادي الاهلي، لكن زي ما بقول لك النهارده وباكد لك يا شيما قرارات هامه جدا ستصب في مصلحه قطاع كره القدم بالنادي الاهلي، وده اللي بنتمناه ان شاء الله. وكالعاده يا شيما نكون مستمرين معاكم من خلالك ومن خلال طبعا كمان اليوم النهارده على مدار اليوم بالكامل، كل القرارات وكل الكواليس والاخبار الخاصه بمجلس اداره النادي الاهلي هتكون معانا على شاشه قناه النادي الاهلي. عوده ليك يا شيما. شكرا ليك زميلنا كريم احمد من النادي الاهلي فرع الجزيره اللي بتقام فيه دلوقتي اجتماعات طبعا مهمه جدا عشان يتم بقى اعاده هيكله وترتيب فريقنا فريق النادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله تكون الاجتماعات دي تصب في صالح النادي الاهلي. طيب معانا دلوقتي مع فاصل سريع جدا ونرجع نكمل معاكم بقيه فقراتنا في كلام في الميديا. رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، دلوقتي هنروح معاكم نشوف اخبار النادي الاهلي من على مواقع الانترنت. الموقع الرسمي للنادي الاهلي: الفريق الاول يفوز على شباب الاهلي بهدف وليد سليمان وديا. فيتو محمد يوسف يعدد مكاسب وديه الاهلي وفريق الشباب.
الموقع الرسمي لنادي الأهلي كارترون جاهزون لمواجهة الوصل، وفريق الشباب يضم مجموعة مميزة من اللاعبين. بوابة الوفد أحمد فتحي خارج مواجهة الأهلي والوصل الإماراتي. اليوم السابع الطبيب الأهلي يكشف طبيعة إصابة محارب وموقفه من مواجهة الوصل. الموقع الرسمي للنادي الأهلي محاولات لتجهيز هاني لمواجهة الوصل. بوابة الأخبار الأهلي يستأنف تدريباته غدا استعدادا للوصل الإماراتي. الوطن سبورت محمد يوسف الوقت مبكر للحديث عن الراحلين من الأهلي. الموقع الرسمي للنادي الأهلي سيدات نادي الأهلي يواجه المعادي اليوم في بطولة الدوري. ودلوقتي تعالوا نروح معاكم ونشوف تفاصيل اهم الاخبار، ونبتديها من الموقع الرسمي للنادي الاهلي واللي كتب ان فاز الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي على فريق الشباب بهدف دون مقابل في المباراه الوديه اللي جمعت ما بينهم النهارده يوم السبت على ملعب النادي الاهلي في مدينه نصر. جه هدف اللقاء الوحيد عن طريق وليد سليمان من ركله جزاء جت في الدقيقه 17، وسجل سعد سمير هدف ثاني للفريق الاول، ولكن الحكم الغاب بداعي التسلل. بدا الفريق الاول بقياده باتريس كارتيرون المباراه بتشكيل مكون من في حراسة المرمى شريف إكرامي، في الدفاع سعد سمير، باسم علي، أحمد علاء، صبري رحيل، في الوسط إسلام محارب، وسام عاشور، محمد شريف، ووريد سليمان، وأحمد الشيخ، وفي الهجوم أحمد ياسر ريان. وفي المقابل بدأ فريق الشباب بقيادة عادل عبد الرحمن المباراة بتشكيل مكون من في حراسة المرمى أحمد طارق سليمان، في الدفاع كريم يحيى، كمان محمد عبد المنعم، ميشو عمارة، أحمد حاتم، في الوسط عمار حمدي، عربي بدر، مصطفى البدري، مصطفى عزت، وفي الهجوم عمرو بركات وعمرو جمال. وبينضم لنا عبر الهاتف فاروق صلاح مراسل قناة النادي الأهلي اللي كان متواجد النهارده في المباراة الودية اللي كانت ما بين الفريق الأول وفريق الشباب، فاز فيها النادي الأهلي أو الفريق الأول لنادي الأهلي بهدف وحيد لوليد سليمان في الدقيقة 17. مساء الخير عليك يا فاروق. مساء النور عليك يا شيماء وعلى كل جمهور ومشاهدي ومتابعي شاشة النادي الأهلي في كل مكان. عايز أعرف منك تفاصيل لقاء النهارده، اللقاء الودي اللي جمع ما بين الفريق الأول وفريق الشباب، طبعا في إطار الاستعداد لمباراة الوصل الإماراتي. خليني آخد برضه مثال. طيب بنشكر فاروق ونرجع نكلمه مرة تانية لأن واضح أن في مشكلة في الاتصال، ونرجع تاني لأهم المواقع اللي تناولت أخبار النادي الأهلي النهاردة، منها موقع فيتو اللي قال أن أكد كابتن محمد يوسف أن الفريق الأول لكرة القدم حقق أهدافه من ودية الشباب النهاردة اللي أقيمت على ملعب الناشئين في مدينة نصر، واطمن على جاهزية أكتر من لاعب قبل مواجهة الوصل الإماراتي بشكل جيد. طبعا المواجهة دي كانت مفيدة جدا، وأكد كمان يوسف أن الجهاز الفني بيسعى لتجهيز كل اللعيبة من الناحية النفسية والبدنية والفنية كمان لمواجهة الوصل الإماراتي اللي هتقام إن شاء الله يوم 22 نوفمبر الجاري في إياب دور ال 16 بكأس زايد للأندية الأبطال. وشدد كمان يوسف على أن النادي الأهلي بيحترم الوصل الإماراتي وأن في استعدادات قوية جدا لمباراة العودة عشان طبعا النادي الأهلي يظهر بشكل إيجابي ويحقق الفوز لاستكمال مشواره في البطولة العربية. وأشاد محمد يوسف باللعيبة الشباب وأكد أن الفريق بيضم لعيبة على درجة عالية جدا من الكفاءة والمهارة، وأن في عناصر من فريق الشباب بتشارك في تمرين الفريق الأول. كمان موقع رسمي للنادي الأهلي قال أن صرح باتريس كارتيرون المدير الفني للنادي الأهلي انه خاض تجربه وديه النهارده قصاد فريق الشباب ضمن الاستعدادات لمواجهه الوصل الاماراتي، وان التجربه كانت كويسه جدا وان هو لاعب باكثر من لاعب وطمن على جاهزيتهم. واشاد كمان كارتيرون باللعيبه الشباب واكد ان البعض منهم شارك او بيشارك مع الفريق الاول وان الفريق بيضم مجموعه من المواهب واللعيبه المميزه. وقال كمان باتريس كارتيرون ان النادي الاهلي جاهز لمواجهه الوصل اللي هتقام ان شاء الله 22 نوفمبر في اياب دور ال 16 في كاس زايد للانديه ابطال العرب، وان بيسعى لتحقيق الفوز والتأهل لدور الثمانية واستكمال مشوار الفريق في البطولة العربية.
طيب مرة تانية بنرجع لمراسل قناة النادي الأهلي فاروق صلاح اللي كان متواجد النهاردة في مباراة النادي الأهلي أو الفريق الأول للنادي الأهلي مع فريق الشباب. مساء الخير عليك يا فاروق، عايز أعرف منك تفاصيل وأجواء وكواليس لقاء النهاردة. مساء النور يا شيما، وتحياتي ليك وتحيات لكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. زي ما قلنا النهارده كانت مباراة ودية ما بين الفريق الأول للنادي الأهلي وفريق الشباب، هنقول فيها شقين، شق فني لمستر باتريس كارتيرو المدير الفني بيطمن على جاهزية العناصر قبل السفر للإمارات لمواجهة فريق الوفد الإماراتي 22، شق أيضا ثاني وهو الوقوف على مستوى بعض اللعيبة المميزة في فريق شباب النادي الأهلي. في بعض العناصر اللي كان طلب الكابتن محمود الخطيب من الكابتن عادل عبد الرحمن تقرير عنهم بحيث ان هم يكونوا متواجدين الفتره القادمه مع الفريق الاول للنادي الاهلي. فالنهارده بدا فريق الشباب النادي الاهلي بتشكيل مكون من احمد طارق سليمان. ايضا عايز انوه بس نقطه مهمه، ان الفريق الاهلي للشباب بيلعب حاليا في فتره توقف لظروف انضمام اللاعبين لبعض اللاعبين للمنتخب الاولمبي. موجود عناصر من فريق النادي الاهلي مع فريق المنتخب الاولمبي. بدا باحمد طارق سليمان وكان قدامه محمد عبد المنعم وميش عماره واحمد حاتم وكريم يحيى، وكان في نص الملعب عربي بدر ومصطفى عزت، قدامه عمار حمدي ومصطفى البدري وعمرو بركات وعمرو جبال. في بعض اللاعبين عايز اقول لك ان هم بداوا مع الفريق شباب النادي الاهلي وفي الشوط الثاني انتقلوا للعب مع فريق الاول النادي الاهلي، ابرزهم محمد عبد المنعم وميش عماره ومصطفى رماوي وكريم يحيى وعربي بدر. المباراه انتهت بهدف احرزه وليد سليمان في الدقيقه 17 من ركله جزاء. تألق في المباراة يعني هنتكلم على فريق الشباب النادي الأهلي. طبعا الفريق الأول كان الهدف بالنسبة لمستر باتريس كارتيرو يطمن على جاهزية حسام عاشور. يعني التشكيل برضه لو هستعرض معاك التشكيل اللي بدأ كان شريف إكرامي وسعد سمير وباسم علي وأحمد عداء وصبر رحيل. كان قدامهم في نص الملعب بيلعب حسام عاشور وإسلام محارب، قدامه ثلاثة محمد شريف ووليد سليمان وأحمد الشيخ، ورأس حربة أحمد ياسر ريان. أجرى مستر باتريس كارتيرون مجموعة من التعديلات بنزول ميدو جابر ونزول أحمد حمودي وأيضا مشاركة بعض اللاعبين من فريق الشباب. مستر باتريس كارتيرون عقب نهاية اللقاء أثنى على أداء العناصر الموجودة في فريق شباب النادي الأهلي، وفي بعض العناصر يعني نقدر نقول إن هو محطوطة خلاص على رادار الفريق الأول. يعني كريم يحيى الظهير الايمن عربي لاعب النادي الاهلي مواليد 2001، واعتقد ان احنا اتكلمنا عن عربي كتير واتكلمنا عن في خلال مداخلات من خلال قناه النادي الاهلي معاك يا شيما اكتر من مره عن عناصر المميزه في فريق الشباب. صحيح. وقلنا ان هم ان شاء الله هيكونوا في الفتره القادمه موجودين في الفريق الاول للنادي الاهلي. مباراه زي ما قلنا برضو ان هي فريق الشباب استغلها برضو الكابتن عادل عبد الرحمن من اجل الاستعداد لمواجهه فريق الاتحاد السكندري يوم 24 في استكمال دوري الجمهوريه اللي النادي الاهلي بيتصدر فيه البطوله. نقدر نقول استفاده استفاد منها الفريق الاول، استفاد منها فريق الشباب. مستر باتريس كارتيرون شاف عناصر على ارض الواقع، قدر يقيم لاعبين في مراكز في اكثر من مركز، في لعيبه لعبت في اكثر من مركز، يعني نقدر نقول استفاد منها الكابتن مستر باتريس كارتيرون وايضا فريق شباب النادي الاهلي. بشكرك جدا زميلنا فاروق صلاح مراسل قناه النادي الاهلي كان متواجد النهارده في المباراه الوديه اللي كانت معموله في اطار الاستعداد للقاء الوصل الاماراتي في دور ال 16 في البطوله العربيه. نجح الفريق الاول انه يفوز على فريق الشباب بهدف لوليد سليمان سجلوا من ركلة جزاء. ونكمل معاكم أخبار النادي الأهلي من على مواقع الإنترنت، وبنوصل لبوابة الوفد. بوابة الوفد قالت أن أكد الدكتور خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي أن فرص لحاق أحمد فتحي الظهير الأيمن للنادي الأهلي بمباراة الوصل الإماراتي يوم الخميس اللي جاي في إياب دور ال 16 لبطولة كاس زايد للأندية الأبطال صعبة، وأن فتحي دلوقتي بيعاني من إصابة بتمزق في العضلة الأمامية، وده اللي سبب أن هي بعدته طبعا عن مباراة الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا. كمان اليوم السابع قال ان كشف الدكتور خالد محمود طبيب النادي الاهلي ان اسلام محارب لاعب الفريق بتعرض لاصابه في جزع في الانكل خلال وديه فريقه النهارده قصاد فريق الشباب في نادي الاهلي في مدينه نصر مواليد 97، وقال كمان ان الجهاز بيعمل على تجهيز اللاعب للحاق بمباراه الوصل.
كمان الموقع الرسمي لنادي الأهلي نقل تصريح عن خالد محمود طبيب النادي الأهلي اللي قال فيه إن محاولات من الناحية الطبية لتجهيز محمد هاني لمواجهة الوصل الإماراتي، وكان محمد هاني تعرض لإصابة في الكاحل خلال مباراة الترجي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، والجهاز الطبي بيسعى إن هو يجهز محمد هاني ويتحدد موقف اللاعب الأخير من السفر للإمارات فترة الجاية. لمواجهة الوصل الإماراتي واللي هتقام في الإمارات يوم 22 نوفمبر في إياب دور ال 16 لبطولة الدوري أو كأس زايد للأندية أبطال العرب. وخاض النادي الأهلي تجربة ودية النهاردة قصاد فريق الشباب على ملعب الناشئين في مدينة نصر، انتهت بفوز النادي الأهلي أو الفريق الأول للنادي الأهلي بهدف سجله وليد سليمان من ضربة جزاء. كمان الوطن سبورت قالت ان اكد محمد يوسف المدرب العام والقائم باعمال مدير الكوره لحد دلوقتي في النادي الاهلي ان النادي لم يتلقى اي عروض للاستغناء عن اي لاعب في شهر يناير. وقال كمان محمد يوسف ان الجهاز الفني بقياده الفرنسي باتريس كارتيرون لم يحدد بعد الاسماء الراحلين عن النادي الاهلي خلال فتره الانتقالات الشتويه اللي جايه، وقال كمان ان الوقت لسه كافي لاعاده تقييم بعض الامور، وقال كمان ان عدم قيد بعض اللاعبين في القائمه الافريقيه مش معناه الموافقه على رحيلهم على الاطلاق، خصوصا طبعا ان هم مقيدين في البطوله العربيه دلوقتي، وكمان في مقيدين برضو في القائمه المحليه للفريق. وكمان وضح وقال ان الفريق قدامه مباريات كتيره مهمه جدا وهيتم حسم ملف الراحلين بعد المباريات الهامه دي. كمان الموقع الرسمي للنادي الاهلي قال ان بيواجه فريق كره اليد السيدات في النادي الاهلي فريق المعادي الساعه 7 مساء النهارده على صاله المعادي، وده ضمن منافسات دوري اليد للسيدات. وقال كمان ان النادي الاهلي حقق الفوز في اخر مبارياته على فريق هوليدو مساء يوم الثلاثاء اللي فاتوا بنتيجه 57-18. مشاهدينا معادنا مع فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقية فقرتنا في كلام في الميديا، خليكم معنا. رجعنا سريعا ولسه مكملين معاكم فقرتنا في كلام في الميديا، وبنوصل معاكم لفقرة أهم الأخبار المحلية والعالمية وكمان أخبار محترفينا في الخارج. الشروق اتحاد الكرة يرفض وديات المنتخب. في الجول متعب طريقة كوبر ظلمت مروان محسن كثيرا، لم أتمنى التواجد بالمونديال بسببها. يلا كورة أجيري يتحدث عن إشارته المسيئة، ثقته في الشناوي وقوة المنتخب. اليوم السابع أحمد ناجي محمد الشناوي حارس المنتخب الأول واللعيبة رجالة. كورة صلاح يزيح أبو تريكة من المركز الثالث في ترتيب هدافين الفراعنة. سوبر كورة شوقي غريب يستدعي ثلاثي المنتخب الأول لمعسكر الأولمبي. الوطن عامر حسين يحدد موعد نهاية مسابقة الدوري. البوابة المقاولين العرب يرصد مكافأة خاصة لطاهر محمد طاهر. دوت مصر صحيفة بريطانية ميسي وضع محمد صلاح ضمن صفقات تدعيم برشلونة. سكاي نيوز عربية بعد 15 عام ميسي يروي قصة ظهوره الأول وتوبيخ ريكورد لي. نروح معاكم سريعا بقى لتفاصيل اهم الاخبار، وهنبتديها مع الاخبار المحليه، وهنبتدي من الشروق اللي قالت ان مجلس اداره اتحاد الكوره برئاسه هاني ابو ريده اعلن عن رفضه لاقامه وديات للمنتخب الوطني في شهر يناير وشهر فبراير بدايه من 2019 بسبب ضيق الوقت. وكمان رفض اتحاد الكوره اقامه وديات للمنتخب بسبب رغبته في انهاء بطوله الدوري الممتاز قبل منافسات كاس الامم الافريقيه والمقرر ليها ان شاء الله يونيو 2019.
كان جهاز المنتخب بقيادة المكسيكي خافيار أجيري طلب تنظيم وديات في الأشهر اللي جاية وتحديدا في يناير أو فبراير لتجربة عدد من اللعيبة المحليين بعيدا عن الأجندة الدولية، وطالب اتحاد الكرة من الجهاز الفني للمنتخب الالتزام بالتوقفات الدولية المحددة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا. كمان موقع في الجول قال إن أكد عماد متعب مهاجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق إن مروان محسن ليه كامل العذر خلال فترة هكتور كوبر بسبب الأسلوب وطريقة اللعب، وقال كمان عماد متعب إنه كان بيتمنى اللعب في كأس العالم ولكنه كان يكره اللعب بهذه الطريقة الدفاعية، وقال كمان إنه أنا كنت أو إن هو كان هيروح للمونديال ويقال علي مهاجم فاشل لأنني لم أكن لألمس الكرة ولا سأتمكن من اللعب بالطريقة التي يريدها، لأن المهاجم في طريقته ما هو إلا لاعب في وسط الملعب بيستلم كرة عالية أو بيتحرك لنصف الملعب لخلق مساحة لمحمد صلاح. وقال كمان في كلامه عماد متعب مروان قدم أداء جيد قصاد تونس بتحركاته رفقة صلاح وتريزيجيه، فقد أطالبه بأن يكون إيجابي على المرمى بشكل أكبر. كمان يلا كورة قالت إن المكسيكي خافيار أجيري المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول نفى أداءه أي إشارة مسيئة بإيده ضد المنتخب التونسي وجماهيره خلال احتفاله بالهدف الثالث لفريقه، وعن سير المباراة فقال المدير الفني لمنتخب مصر بدأنا بصورة جيدة ولكن خطأ تسبب في هز شبكنا وتحدثت مع اللاعبين وطلبتهم بالتركيز وعالجت الأخطاء ما بين الشوطين وفزنا. وقال كمان إن هو واثق جدا في محمد الشناوي اللي هو شايفه إن هو حارس مرمى مصر الأساسي، وقال كمان لعبنا 4 مباريات سجلنا 15 هدف واهتزت شباكنا 4 مرات بس، وده بيدل على قوة المنتخب المصري، فهو أقوى خط دفاع وطريقة لعبنا مختلفة فبنلعب بخطط مفتوحة في المباريات. ونرجع مرة تانية لأهم أخبارنا، وبنوصل اليوم 7 اللي قالت أن أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخبنا الوطني الأول عبر عن سعادته من الفوز اللي حققه الفراعنة على تونس ب3-2. وقال كابتن أحمد ناجي بعد المباراة أن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي بيعد حارس مصر الأول في الوقت الحالي، لكن ده لا يمنع التنافس بين الحراس الآخرين لحجز مكانه في التشكيلة الأساسية للمنتخب. وتكلم مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني عن دوره في التأهيل النفسي للشناوي بعد خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا مع نادي الأهلي قصاد الترجي التونسي، وقال إن الشناوي حارس كبير بيأدي بشكل كويس جدا ولا يمكن أن يتأثر بمباراة، خصوصا إن كل حراس العالم بيقعوا في الأخطاء كتير. وأثنى كمان كابتن أحمد ناجي على اللعيبة الشباب الموجودين في المنتخب الوطني وأكد إن هم صغيرين في السن ولكن كبار بأدائهم الرجولي في الملعب، وده بيضمن إعداد منتخب قوي للمنافسة إن شاء الله في كأس العالم 2022. طيب مكملين معاكم أخبارنا من مواقع الإنترنت أخبارنا المحلية، وبنوصل لموقع كورة. موقع كورة قال إن محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ارتقى للمركز الثالث في ترتيب هدافي منتخب مصر عبر التاريخ بعد ما سجل هدف الفوز للفراعنة في شباك تونس امبارح، ورفع محمد صلاح حصيلة أهدافه مع منتخب مصر ل39 هدف عشان يتقدم للمركز الثالث وراء الراحل حسن الشاذلي مهاجم الترسانة السابق صاحب المركز الثاني برصيد 42 هدف، حسام حسن مهاجم النادي الأهلي والزمالك السابق صاحب الصدارة برصيد 69 هدف. احتاج محمد صلاح مباراة مع المنتخب عشان يكسر رقم محمد أبو تريكة طبعا لاعب منتخبنا الوطني السابق ونادي الأهلي والترسانة السابق واللي سجل 38 هدف في 105 مباراة دولية. كمان سوبر كورة قالت إن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي قرر إن هو يستدعي الثلاثي طاهر محمد طاهر وصلاح محسن ومحمد محمود لمعسكر الفريق بعد انتهاء ارتباطهم مع المنتخب الأول بعد انتهاء لقاء تونس امبارح يوم الجمعة، وده استعدادا طبعا للقاء المنتخب الأولمبي التونسي يوم الأحد اللي جاي. أخطر الجهاز الإداري للمنتخب الأولمبي الأندية اللي بيلعب فيها الثلاثي وهيرجعوا لأنديتهم بعد طبعا مواجهة تونس يوم الأحد اللي هو غدا بإذن الله. كمان موقع في الوطن قال ان عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة
اتكلم عن ضغط المباريات في هذا الموسم بسبب طبعا تغيير مواعيد بطولات افريقيا هذا الموسم بشكل استثنائي. رئيس لجنه المسابقات في اتحاد الكوره كشف عن ميعاد انتهاء بطوله الدوري الممتاز للموسم الحالي 2018-2019 في ظل المؤجلات وازدحام الجدول وضيق الوقت لاقامه المباريات. قال كمان عامر حسين ان بطوله الدوري الممتاز في هذا الموسم هتنتهي في شهر سبتمبر 2019 شهر 9 2019، ووضح انه كان بيامل في انتهاء البطوله خلال اغسطس على الاقل، لكن اقامه بطوله كاس الامم الافريقيه 2019 في الصيف وتوقف الدوري 45 يوم بسببها بجانب طبعا اقامه بطوله دوري ابطال افريقيا والكونفدراليه الافريقيه في المواعيد الجديده خلال الشهر الجاري وازدحام جدول الدوري ومؤجلاته لبعض الفرق، ده خلى لجنه المسابقات مضطره ان هي تنهي البطوله في سبتمبر 2019. كمان دوت مصر قالت ان شبكه سكاي سبورتس البريطانيه اكدت ان النجم الارجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونه الاسباني انهى قائمه اللعيبه اللي عنده رغبه في ان هم ينضموا لصفوف الفريق الكتالوني خلال فتره الانتقالات الصيفيه اللي جايه وقالت كمان ان الشبكه دي ان ليونيل ميسي بيرغب في ضم 5 لعيبه للفريق الكتالوني: جابرييل سيدبي مدافع موناكو الفرنسي، ودليخت مدافع اياكس امستردام الهولندي، وكريستوف بياتيك مهاجم جنوا اللي بيتصدر حاليا قائمه هدفين الدوري الايطالي او الكالتشو، ودبروسي 9 اهداف، بجانب طبعا احد الثنائيه محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي او ايلن هازارد لاعب تشيلسي الانجليزي. كانت تقارير صحفيه اسبانيه كشفت عن اهتمام نادي برشلونه الاسباني بمحمد صلاح عشان يدعموا هجوم الفريق الكتالوني، خصوصا طبعا وان الاداره شايفه ان محمد صلاح هيكون خليفه للنجم الارجنتيني ليونيل ميسي في المستقبل، خصوصا طبعا مع تقدم النجم الارجنتيني في السن، وده اللي هيسهل طبعا من فرص محمد صلاح لان دلوقتي ليونيل ميسي عنده 31 سنه زي ما انتوا عارفين. مكملين معاكم وبنوصل لسكاي نيوز العربيه اللي قالت في الذكرى ال 15 منذ مباراه ميسي الاولى مع الفريق الاول لكره القدم في برشلونه، كشف ميسي ان هو كان عنده احساس بالتوتر خلال اللقاء، وقال ان هو بيتذكر انه واجه الحارس امام المرمى واضاع فرصه تسجيل الهدف، واكد كمان ان المدرب رايكارد وبخه بعد اللقاء، ومر طبعا بعد كده 15 سنه على مواجهه ميسي الاولى مع برشلونه، وقدر خلالها ميسي ان هو يكتب اسمه ما بين سطور التاريخ ما بين طبعا اساطير كبيره للعبه، وحصد الالقاب الفرديه كثيرا وكمان الالقاب الجماعيه في كل البطولات الاوروبيه اللي لعبها مع برشلونه، وفاز بالكره الذهبيه كمان 5 مرات لحد دلوقتي في ال 15 سنه اللي لعب فيهم مع الفريق الاول. طيب دلوقتي هنروح معاكم لفقره السوشيال ميديا. هنبتدي بالصفحة الرسمية للمنتخب الوطني على الانستجرام واللي نشرت صورة الكابتن محمود الخطيب وكتبت تمنياتنا بالشفاء العاجل لأسطورة مصر كابتن محمود الخطيب. كمان نشر كابتن احمد شوبير صورة لكابتن بيبو على تويتر وكتب تحملت الكثير خلال الفترة الماضية وتخطيت المراحل السابقة الصعبة بكل قوة من اجل الاهلي وجماهيره العريقة، الف سلام عليك يا بيبو ان شاء الله ترجع من المانيا وانت في احسن حال وصحة. كمان كتب محمد ناجي جده لاعب النادي الاهلي السابق والجون الحالي على تويتر الف سلامه يا بيبو وترجع لنا بالسلامه ان شاء الله. علق الفنان نبيل الحلفاوي على خبر اجراء كابتن محمود الخطيب لعمليه جراحيه وكتب على تويتر يد الله فوق ايديهم باذنه تعالى هو الشافي المعافي. كتبت الفنانه ندى بسيوني على تويتر تمنياتنا بالشفاء العاجل لكابتن محمود الخطيب اعد الله سالما لوطنه واهله ومحبيه. أما كابتن هيثم عرابي فكتب على الفيسبوك بعد قرار رجوعه للجنة التعاقدات في النادي الأهلي أشكر كابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة على ثقتهم فيا إن شاء الله بتوجيهات الكابتن نكون عند حسن ظن الجميع، أما بالنسبة للجمهور فمش لاقي كلمة تعبر عن شكري وامتناني لثقتهم وإن شاء الله أكون قد الثقة، ولأنها فترة صعبة فأنا قررت أني أكون بعيد تماما عن السوشيال ميديا أو عمل أي حوارات تلفزيونية أو صحفية حتى الانتهاء من الانتقالات الشتوية، دعواتكم يا شباب. أما سليف كوليبالي مدافع النادي الأهلي فنشر صورة لي على الانستجرام من مباراة الترجي الأخيرة وكتب الحياة لا تنتهي أبدا عند خسارتك إنها بداية النجاح.
نروح بقى لفوز مصر امبارح على تونس 3-2 في تصفيات أمم أفريقيا. الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة على تويتر علقت على فوز مصر وكتبت: لأول مرة من يناير 2002 يحقق منتخب مصر فوز على تونس في لقاء رسمي بعد 3 هزائم متتالية. نشرت صفحة في الجول على تويتر صورة لطفلة بتحمل رسالة لمحمد صلاح وكتبت: طفلة ترفع لافتة سجل يا صلاح، عايزة أروح البيت عشان عندي واجب. كمان رد محمد صلاح على رسالة البنت على تويتر وكتب لها: أنا حاولت أن أنا أخليك تروحي البيت بدري شوية، لكن أنا آسف أني خليتك تستني لغاية آخر دقيقة، واظن ان بكره ان شاء الله تيتشر بتاعتك او المدرسه بتاعتك هتتفهم الموقف. كمان احتفلت صفحه ليفربول على تويتر بهدف محمد صلاح وكتبت: مو صلاح بيسجل هدف مميز للغايه للمنتخب المصري في اللحظات الاخيره ليحسم الفوز لصالح الفراعنه وسط تونس في التصفيات المؤهله لكاس امم افريقيا. كمان صرحت او قالت صفحه نادي العين الاماراتي على تويتر: هنت حسين الشحات لاعب الفريق ومنتخب مصر، ونشرت صورة للاعب وكتبت: نهنئ الدولي حسين الشحات بفوز منتخب بلاده على تونس بنتيجة 3-2 ضمن مرحلة المجموعات من تصفيات كاس أمم أفريقيا 2019. كمان نشر أحمد المحمدي كابتن المنتخب الوطني صورة من المباراة على تويتر وكتب: فوز مهم قصاد منافس قوي، لقد أظهرنا روح عالية طوال المباراة من أجل القتال والعودة للفوز. كمان محمد الشناوي حارس مرمى منتخبنا الوطني الاول والنادي الاهلي نشر صوره لي من المباراه على تويتر وكتب: الحمد لله دايما وابدا على المكسب، لعيبه رجاله. احمد حجازي برضو نشر صوره من المباراه على حسابه على تويتر وكتب: فوز رائع في الدقائق الاخيره، نحن لا نستسلم ابدا، فخور جدا بفريقي. كمان النني على الانستغرام نشر صوره لي من المباراه وكتب: انا فخور جدا بكل اللعيبه بدون استثناء على ما قدموه في اللقاء النهارده، الحماس والاداء والروح كانت عاليه جدا، واتمنى ان احنا نستمر على هذا النحو لاستعاد الجماهير المصريه العظيمه، واشكركم على تواجدكم النهارده في الملعب كالعاده لدعمنا. كمان محمود حسن تريزيجيه واللي احرز طبعا الهدف الاول لمنتخبنا فنشر صوره على تويتر من المباراه وكتب: الحمد لله. برضه نشر عمرو ورده صوره لي من المباراه على الانستجرام وعلق عليها وقال: قاتل من اجل بلدك. نشر ايمن اشرف لاعب النادي الاهلي والمنتخب صوره على تويتر من المباراه وكتب: الحمد لله. عمرو طارق لاعب المنتخب المحترف في اورلاندو سيتي الامريكي فكتب على تويتر: مبروك لشعب مصر. كمان كتب محمود فايز المدرب المساعد السابق للمنتخب على تويتر: مبروك لمصر، مبروك لاولادنا، فوز مهم وضروري في بدايه المشروع الجديد امام منافس قوي، بث الثقه في الجهاز الفني الجديد وافكاره، تطور واضح وشغل ظاهر، يا رب وفق مصر دايما. كمان كتب شريف عبد الفضيل لاعب النادي الاهلي السابق على تويتر بعد المباراه: الحمد لله منتخب مصر بيتقدم ليظهر للجميع كوره قدم حقيقيه ويعود من جديد، مبروك للشعب المصري ولدينا منتخب قوي مع التطوير. كمان كتب اسلام الشاطر لاعب النادي الاهلي السابق على تويتر: الف مبروك للمنتخب المصري، اداء رائع وفوز معنوي مهم، فاول اختبار حقيقي لاجاري جمعية الأداء والكرة الهجومية الممتعة والإيجابية وأداء تكتيكي في الكرات الثابتة والدفع بالجيل الثالث في المنتخب أمثال طاهر محمد طاهر وصلاح محسن ومحمد محمود، فرق كبير ما بين منتخب أجاري ومنتخب كوبر. كمان السيناريست محمد العدل كتب على تويتر: الآن نقول لدينا منتخب. كتب الفنان صلاح عبد الله على تويتر: من صلاح لصلاح لصلاح، يا رب دايما في الأفراح. الفنان يوسف الشريف كتب على حسابه على تويتر: مبروك فوز مستحق. كمان علي فرج نجم مصر في الاسكواش فنشر صورة على تويتر مع مراته نور الطيب نجمة الاسكواش ومعهم محمد صلاح على الطيارة وكتب: التقينا هذا الرجل شخصيا أثناء رحلتنا لهونغ كونغ. وعالميا
نشر النجم الانجليزي واين روني صوره لي على تويتر من اخر مباراه بقميص منتخب انجلترا واللي كانت يوم الخميس اللي فات قدام امريكا وديا، وكتب شكرا كل مشجعي انجلترا على دعمكم الليله وعلى مدار السنين، اقدر هذا كله انها رحله لن انساها ابدا. مشاهدينا معادنا دلوقتي مع فاصل سريع ونرجع نستقبل ضيفنا النهارده استاذ علاء محجوب الناقد الرياضي في مجله المصور. رجعنا مره ثانيه ولسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، ومنورنا دلوقتي في الاستوديو استاذ علاء محجوب مدير تحرير المصور وبوابه الهلال الالكترونيه. مساء الفل على حضرتك. مساء الخير. منورنا. ربنا يكرمك. سعيد بان انا اكون معاك يعني. استاذ علاء، اكيد النهارده عايزين نتكلم عن حاجات كتير جدا، واكيد طبعا هنتكلم عن النادي الاهلي وعن الاجتماعات اللي بتحصل دلوقتي في النادي الاهلي لاعاده هيكله الفريق. طبعا الاجتماعات دي حقيقه هي حصلت بعد خساره النادي الاهلي للقب الافريقي، ولكن في تصريحات كابتن محمود الخطيب دايما كان بياكد ان كده كده الاجتماعات دي واعاده الهيكله دي والوقفه على فريق كره القدم كانت هتحصل حتى لو كان النادي الاهلي فاز بلقب دوري ابطال افريقيا في الموسم الحالي. الأول لا تسمحي لي، بسم الله الرحمن الرحيم. أنت جبت سيرة الكابتن محمود الخطيب، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أنه يعني يرجع شافي معافي، ونتمنى له كل الشفاء، لأن جيلنا جيل الكبير شوية في السن اللي عاصر الكابتن محمود الخطيب لما كان لاعب وكان حاجة نجم عظيم لا يقل عن الجيل الشباب اللي طالع، يعني حتى لو شاف الفيديوهات لا احنا عاصرنا بقى واصاباته وعاصرنا تألقه. فكان محمود الخطيب اسم كبير احنا بنشرف به، وانا عايز اقول الكابتن محمود الخطيب اتأخر على رئاسة النادي الاهلي 15 سنة. ليه؟ لان هو التلميذ من تلامذة عمالقة، يعني كابتن صالح سليم وكابتن حسن حمدي. الكابتن محمود الخطيب انا بقول فرصه لجماهير النادي الاهلي وللنادي الاهلي ان نستفيد من هذه القامه. يعني انا لما الاقي طارق دياب بيتعامل في تونس، فرانز بيكنباور في المانيا، ميشيل بلاتيني، رومونيجا، الاسماء دي كابتن محمود الخطيب لا يقل، بالعكس. يعني انا ارى ان اصل محمود الخطيب اسطوره، عشان اتكلم طبعاً عنه كمان. يعني لا حاجه كمان يا استاذه، يعني اللي مبهور ببعض المهاجمين وبعض السكورر والسترايكر ما شافش محمود الخطيب. يعني انا جيت في وقت من الاوقات، بس الكلام ده من 20 سنه، قلت له يا كابتن يعني ليه الجيل اللي طالع، والله ما انسى الجيل اللي طالع، ليه ما نفكروش؟ قال لي مش عايز اخد، شوفي مش عايز اخد الشو من ابو تريكه من عماد متعب الجيل. قلت له لا، لازم الجيل يعرف مين محمود الخطيب، مين جيل النادي الاهلي العمالقه اللي كانوا موجودين. محمود الخطيب كان اسطوره من اساطير طبعا الموهوبين اللي جوانه حفره في صدرنا احنا، مش بس بنستمتع لما الواحد بيحب كده، والله لا اجامل، اما نحب كده نقابل بعضنا واحنا نقاد او حتى ناس مجموعه ونتكلم على الكوره، لازم نجيب محمود الخطيب يكون رقم واحد. طبعا معاه جيل حسن شحاته فاروق جعفر نجوم، لكن عايز اقول لحضرتك محمود الخطيب رمز من رموز النادي الاهلي، بيتمنى له يا رب ان شاء الله يرجع لنا سالم باذن الله. يعني ان شاء الله باذن الله. الجزئيه الاساسيه جزئيه التغييرات، وحضرتك بتقولي ان التصريح مهم للكابتن محمود الخطيب، انه التغييرات دي كانت هتيجي. اسمحي لي الاول ان احنا في حاجات، احنا جمهور النادي الاهلي طبعا جمهور عظيم، وهو كده الجماهير الكبيره بتاعت الانديه الكبيره لا تقبل سوى انها تكون في المقدمه، لان ناديها او دولتها هي دايما في الرانكينج نمبر 1. صحيح. فاي اهتزاز، انا بعذر الجمهور، النادي الاهلي نادي القرن الافريقي، نادي بطولات، نادي مش كل 3 4 سنين بيجيب بطوله، لا. ودايما الشباب اللي طالع هو ليه بقى بيشجع النادي الاهلي؟ انا عذره، لان هو
طلع بيحب النادي اللي بيضرب، والنادي اللي بيضرب هو النادي الاهلي النادي الكبير. فطبعا هو عندهم، انا بعذر يعني، انا بقدم العذر لجماهير، لكن عايز اقول ايه بحدود شويه، عايز اقول بحدود، وانا عايز افهم الجمهور شويه يعني. تسمحي لي ان ننقل للجمهور اللي مش عنده عصبيه، اللي بيحمل اسم محمود الخطيب ومجلس الاداره مسؤوليه ان ما فازش ببطوله افريقيا في مباراه الترجي. طب ما انت ما تحسبهاش كده. على فكره انا مش جاي في وصل الدفاع عن المجلس الاداره ولا عن الكابتن محمود الخطيب، انا جاي اتكلم بموضوعيه، وعشان البرنامج برنامج ناجح، واحنا ما كناش اوبجكتيف في كلامنا مش هنلقى قبول الناس اللي هتسمعنا، لازم يكون في صدق. بس احنا دورنا ان احنا نوضح الحقائق، لان انا جاي اتكلم بعد فتره 10 ايام او اكثر من مباراه الترجي، فالنفوس هديت والناس هديت والدنيا هديت. انا هتكلم على الاعلام، الموضوع كبير جدا، لان انا بحمل الاعلام في مصر مسؤوليه كبيره جدا في تشكيل الراي العام وتشكيل الفكر اللي موجود في سلوكيات كمان، عوامل طبعا وعوامل هدم. ما كنتش اعتقد ان الاعلام يتناول الامر بهذا الشكل. عايز اقول اني زي ما قال الكابتن محمود الخطيب او مجلس الاداره في قرارات، بس الاول عايزين نتكلم، هي القرارات دي كانت هتتعمل سواء الاهلي لما الاهلي بس كان لا بالعكس، هو صرح كابتن محمود الخطيب وقال القرارات دي كانت لازم تتاخد، كان لازم يكون في اعاده هيكله للفريق، كان لازم نقف على الاخطاء اللي عندنا ندعم الفريق في يناير القادم. صحيح، يعملها ازاي الكابتن محمود الخطيب؟ لان هو مجلس اداره جه في وسط او جه في بدايه وقايمه افريقيه معده وفريق ناجح في الدوري، لكن عايز اقول ما نجحش السنه اللي فاتت في، ما نجحش في البطوله الافريقيه امام الوداد في نفس الموضوع في النهائي. يبقى انا عايز اقول مجلس الاداره اما بيجي انا مش عايز احمله لسبب، هل انا طلعت من الادوار الاولى في التصفيات الافريقيه؟ هل انا ما وصلتش للدور قبل النهائي رغم الصعوبه ورغم اني مجموعه من اللاعبين اتغيرت، مجموعه من اللاعبين كبار اساسيين مصابه، رغم ان الجهاز الفني اتغير وجه مدير فني جديد، انا ما يعني لدرجه انا مش هقول كارتيرون، لا انا عايز اقول برضه نقول ان الوصول للمباراه النهائيه مرتين ورا بعض في إنجاز. سنتين ورا بعض صحيح، فده انجاز مش بقى، لا مش انجاز على النادي الاهلي. اسمحي لي يا استاذه انا عايز اقول هو مش انجاز على النادي الاهلي، لان جمهور النادي الاهلي لا بطل. يقبل سوى بالفوز وحصد الالقاب فقط، ده اللي انا بدات قلته. فبالتالي بس انا عايز الامور نناقشها بموضوعيه، وعايز اقنع اللي بيستمع، اللي عنده، اللي حزين، اللي زعلان، اللي غضبان، اللي له حق. انا بقول لك الحق طبعاً في كل ده طبعاً. لكن فنيا انا عايز اتكلم، يعني عايز يرجع كده بذهنه دقيقه بصدق المعلقين الرياضيين التوانسه، ارجع كده سنه وشوف المعلق التونسي في الدقيقه الاخيره في المباراه في الشوط الاولاني، الشوط الاولاني قال ايه قبل ما يجي الهدف اللي في الدقيقه الاولانيه اللي قلب موازين، قال ايه؟ قال ده الترجي ساعد في ان النادي الاهلي ركب الشوط الاولاني وسيطر عليه سيطره كامله. اذا النادي الاهلي كان مسيطر، النادي الاهلي الهدف اللي جه، هي بقى انا مش بصدد تحليل المباراه اللي احنا بعدنا، لكن هي في عوامل. وفي النهايه انا عايز اقول لجماهير النادي الاهلي او لجماهير الكره المصريه، لان ان النادي الاهلي دي مباراه، صحيح مباراه محكومش من خلالها على فرق. واحد ممكن هيرد عليا دلوقتي يقول لي لا خد بالك الاهلي كان في عوامل وامور ومؤشرات بتقول ان الكيرف هابط، يقول لي مباراه الترسانه، يقول لي مباراه الاتحاد، يقول لي مباراه الوصل الاماراتي، ارد اقول شيء طبيعي، وده شيء طبيعي برضه في مدير فني ماسك فرقه لاول مره بالنسبه له. ما كانش بيدرب النادي الاهلي، هو مش غريب عن الكره المصريه، لكن العروض بتتحسن، النسيج القايمه اللي كانت موجوده هو دخل عليها جاب لعيب واحد. انا عايز اقنع جمهور النادي الاهلي انه يبقى حساس ويلتمس، مش العذر، يقرا الاحداث صح. صحيح يقرا
تفاصيل صحيح. الوقائع. بس خليني برضه اقول لحضرتك يا استاذه علاء ان لقاء العوده في رادس لم يؤدي الفريق بصراحه الاداء المطلوب منه، بالاضافه طبعا للضغط النفسي الكبير جدا اللي كان محطوط على فريقنا يعني طيب. سواء من الاعلام من الجماهير هو هنا في مصر حتى هجوم الجماهير على اتوبيس كان في لاعبنا اخذ 8 غرز في وشه هشام محمد. لو انا اتكلمت مع حضرتك كده هيتساق الامر على ان انا ببرر، لكن انا مش عايز. لا احنا مش بنبرر، احنا بنقول بالعكس. لا تمام. فعلا فريقنا حقيقي لم يقدم المطلوب منه او المعتاد عليه منه. طب هي في المباراه هي شوط اول هنا وشوط ثاني هناك. الشوط الاول هنا في المباراه الاولانيه احنا قدنا طبعا صحيح. تنسي الاحداث وتنسي ان اللعيبه والجمهور ومجلس الاداره يفاجئ بقرارات غير عاديه من الاتحاد الافريقي؟ لا طبعا لا انسى. ادي حاجه بالاضافه للقرارات اللي اصدرها الاتحاد الافريقي عبر موقعه. أيوة. يوم اللقاء بالهجوم على باتريس كارتيرون ووصفه ان هو متواطئ مع وليد ازارو وان هو اللي طلب من وليد ازارو ان هو يقطع التيشيرت بتاعه خلال اللقاء. اذكر الجماهير، ما هو اصل انا لازم لما اقرا الحدث اقراه مش عن كثب بس، بملابساته زي ما حضرتك دلوقتي عايزه تكلمينا اتكلم على التغييرات او اللي حصل في القرارات برضو مش في ذاتها، في صوره مكمله، في دايما مقومات وعوامل واساسيات ادت الى حدوث الشيء. اكيد. فانا لما اجي انظر من منظور مباراه واحد بيتابعها غير لما اجي انا انظر الموضوع الصوره كامله. اقدر ان انا احدد واقدر اقول كان هناك عوامل 1 2 3 4 ساهمت. يبقى اذا بناء على هذه العوامل الجهاز الفني، اللاعبين، مجلس الاداره بقى فوق مش هم المسؤول بشكل تام، لكن في اشياء حدثت. انا النهارده لما اكون لاعب عارف ان انا اي نتيجه سلبيه وايجابيه انا اركب انا بطل افريقيا واروح وفاجئ رقم واحد هنا بقرارات ان باحرم من الاسترايكر الاساسي بتاعي. اتنين يتوصف المدير الفني بانه راجل متواطئ حاجه للاتحاد الافريقي ما اعرفش يعني اللجنه الفنيه او اللي اصدر القرارات ماذا كان يقصد بها. انت بتهيئ الجو النفسي. وبالعكس ده انا سعيد برضو جمهور التوانسه او جمهور الترجي كان مهذب وفي التعامل مع النادي الاهلي، لكن الجمهور اللي بره انا عايز اقول لو انا لاعب في النادي الاهلي وراكب الباص والاقي صديق او زميل ليا سايح في دمه يعني برضو ده مش طاطو. وبعدين اللي لعب كرة فاهم كرة ويعرف يعني ايه كرة، والمدربين فاهمين. اللي ما كانش فيه حد من خطورة لعيبة النادي الاهلي، لا ده كان فيه ومش كلاشنج بس، لا ده كان فيه تعدي ورف يعني معاملة مش يعني في الملعب كانت صعبة. كل العوامل النفسية ديت النادي الاهلي ادى الشوط الاولاني ممتاز. في اخر دقيقه اكون انا عايز اقول لحضرتك ان الجون اللي جه في الشوط الاولاني في اخر ثانيه او في اخر دقايق هو اللي قلب سيناريو اللقاء. الله عليك. ناقصها بقى، لان الفرق بيني ايه وان انا راجل اقرا وان انا جمهور. لا وبعدين ابدا الشوط الثاني في اول الشوط الثاني اصاب بهدف ثاني. ده لعيبه بقى وده عوامل نفسيه. ومهما كان المدير الفني قدرته بيحدث ان وده بيحدث كتير في الفرق الكبيره وفي المنتخبات الكبيره. بتلاقي فرقه بتنهار، يعني هي ريال مدريد ما بينهارش، ما حصلش سقوط بعد زيدان، ودلوقتي الفرقه بتتغلب 2 و3. هولندا البرتغال في المنتخبات، يعني انا عايز اقول لحضرتك والفرق الكبيره على مستوى اوروبا صحيح. عايز اقول ده حال كره القدم. ايوه ده عامه. لكن الصوره انا اتهم لعيبه النادي الاهلي بالتقصير؟ لا استحاله. ده اللي انا عايز اقوله. يبقى اذا عقاب الجمهور الاهلاوي ما يقولش ان لعيبه النادي الاهلي ما ادتش، هو هيقول وما كانش فيه تغازل ولا في رعونه. هي دي نفس المجموعه اللي عملت شوط اول في برج العرب. صحيح. ممتاز. يبقى اذا ده غير ما فيش اي سبب منطقي برضو يا استاذ علاء يخلي لاعب يعني عنده فرصه دلوقتي قدامه ان هو ينزل يكتب تاريخ لاسمه ويعدي الفرصه دي عادي. يعني ده كان رايح يلعب في كاس العالم للانديه، ازاي ممكن لاعب يعني يجي في دماغه لا انا هلعب النهارده بقى برعونه، انا النهارده مش عايز العب. مفيش الكلام ده. مفيش اكيد الكلام ده. اكيد مفيش الكلام ده نهائي. ومفيش ان مدير فني ادار المباراه باسلوب، لا لانه قريها.
وأري سيناريو المباراة ومتوقع أن ده يحدث، لكن هي الكرة القدم فيها أحداث وفيها أشياء بتفرض نفسها نمبر وان على اللعيبة، بتفرض نفسها على الجهاز الفني وعلى الجهاز الفني الثاني. الجهاز الفني الثاني اللي بيدير المباراة كان لا يتخيل انه هيطلع في الشوط الاولاني في اخر دقيقه بدا، فبالتالي بتقلب موازينه هو كمان. هي الكره وجمالها والكره وحلاوتها، لكن عايز اقول جمهور النادي الاهلي من حقه يزعل، من حقه انه يطالب بالتصحيح، لانه هو جمهور عظيم وجمهور عايز بطوله ولا يقبل سواها. وايضا لعيبه النادي الاهلي هي لعيبه بطولات ولعيبه القاب، لكن انا النهارده ما جيش اقصه، بمعنى مجلس الاداره اذا كنت حضرتك تسمحي لي اتكلم. اكيد اتفضل. مجلس الاداره عمل ايه؟ هل اثر او قصر، كان مقصرا في اداء مهمته؟ بالعكس، مجلس الاداره جايب اللعيبه اللي اشار عليها المدير الفني، وحتى جاب سليف كوليبالي ما فيش مناقشه في اختياراته. وبعدين بغرابه جدا تبصي برضو تلاقي الناس تقول لك اللعيب كوليبالي في المباراه دي ما كانش موفق. طب ما هو السردباكات او الاخطاء اللي حدثت في المباراه ما تجيش بقى تحاسب خلاص، طالما جه جون والتاني بعد الدقيقه 9 حصل الدروب او حصل ان المباراه يحصل انفلات. لكن مجلس الاداره انا عايز اقول ماسك الفرقه وتحمل مسؤوليه. كانت البطولة قبل كده في الموسم اللي فات خاسر نهائي قدام الوداد. صحيح. فين الكابتن محمود الخطيب وفين مجلس الإدارة؟ لا، طب ما هو قبل كده حصل ده، وبعد كده مجلس الإدارة يأتي على قائمة من لعيبة موجودة بتشكيلة أدخل بكمل. أنا كمجلس إدارة مش زي ناس تانية تتدخل في التشكيل، تتدخل في عمل المدرب، تتدخل في ان ده يلعب وده ما يلعبش. استبعدت ده ليه؟ لا، مش محمود الخطيب ولا رجاله. صحيح. ولا مجلس الاداره يتعامل كده. انا بوفر كل الامكانيات، بوفر كل السبل، بادي كل اللي عليا، بعمل لجنه كوره على اعلى مستوى، بجيب فيها الخبره، بهيئ الجو النفسي والمعنوي. هو ده اللي مجلس الاداره انا اقدر احاسبه عليه، لكن ما اقدرش احاسبه على ان ده الخطيب كان يتمنى، لانه كان يتمنى البطوله يبقى لاعب و رئيس النادي. صحيح. فكان اول واحد وكان نفسه، فما فيش جزئيه انا عايز اخلي الجمهور يهدى. عايز اخلي جمهور النادي الاهلي يصالح فريقه وما يبقاش زعلان الزعل. وانا متوقع دايما ان جمهور النادي الاهلي دايما ورا فريقهم ان شاء الله. هنشوف الدعم الكبير ده في اللقاء القادم قصاد الوصل الاماراتي. بس خليني اسال حضرتك برضو، فضل. ايه اللي تتوقع ان يتم تغييره اثناء الاجتماعات اللي حصلت امبارح والنهارده؟ اهم الحاجات اللي محتاجه تتغير من وجهه نظر حضرتك ويتعمل لها اعاده هيكله داخل جهاز كره القدم في النادي الاهلي. بص يا استاذه، زي ما حضرتك بتقولي التغيير لازم يبقى مبني على لوائح، معايير، اسس. ما هوش تغيير ارتجالي. انا لا اعتقد اللي بعض وسائل الاعلام تناولته باسماء، بس يعني انا اسمحي لي لو حبيت نتكلم على الاعلام ده يبقى لوحده، عشان انا عايز يعني اتحدث بصراحه. اتفضل. الكلام انك هل مجلس اداره النادي الاهلي قال ان هيجيب رمضان صبحي وهيجيب محمود حسن تريزيجيه وهيجيب في مفاوضات مع حسين الشحات هل في كلام ده طلع من مجلس الاداره تصريحات؟ لا، بس دي اجتهادات لمحبي ومشجعي النادي الاهلي نفسهم يشوفوا اللعيبه دي في النادي الاهلي. سؤال. الكلام ده مش هيحصل. خلينا بقى منطقيين يعني. وهو الكلام ده مش هيصلح السفينه. الكلام ده اللي مش لن يضع الامور في نصابها الصح، لا بالتغيير الكلي والجذري ولا بان انا اخد قرارات اوهم بها الناس. المجلس اداره النادي الاهلي متزن، مجلس اداره النادي الاهلي يتخذ القرارات الصائبه اللي فيها اعاده للامور. انا لما اجي هعمل تشينج واعمل تغييرات، التغيير لازم يكون في صميمه واساس عشان اغني ثمار هذا التغيير. صحيح. طيب معانا دلوقتي مع فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم حوارنا مع استاذ علاء محجوب. كده هاديين.
رجعنا مره ثانيه ولسه منورنا في الاستوديو استاذ علاء محجوب مدير تحرير المصور وبوابه الهلال الالكترونيه. برحب بحضرتك مره ثانيه ونرجع نتكلم عن النادي الاهلي. كنت عايز حضرتك تتكلم في نقطه مهمه. كنت بقول لحضرتك يعني في جمله في يوم الترجي ما كانش يوم النادي الاهلي خلاص اللعيبه. انا عايز اتكلم تغييرات بالنسبه للهيكله بالنسبه لمجلس الاداره. في حاجة مهمة الإعلام بيتناولها بيلعبها أنا لمحها في الفترة الأخيرة مش صح ومش ما لا يجب أن الإعلام يكون بهذا الشكل، لأن النادي الأهلي ده رمز الرياضة المصرية مش في لعبة كرة القدم بس. النادي الأهلي رمز كبير. النهاردة أنا لما أمسك معول وأهد النادي الأهلي أهد نادي الزمالك أهد المنتخب أبقى أنا مش إعلامي مظبوط. النهاردة مباراة خسر النادي الاهلي ابتدي اعالج. النهارده يمسك قرارات مجلس اداره النادي الاهلي ويقول ان مجلس الاداره منقسم ويقول ان مجلس الاداره في صراعات ويقول ان مجلس الاداره في غليان يحسس القارئ العادي او اللي متابع الميديا يشعر ان النادي الاهلي ما فيهوش استقرار وده مش كده. النادي الاهلي ابدا صحيح لمصلحه من ده لمصلحه مين صحيح. انت لا يمكن يكون اعلام ايجابي ابدا اللي بيتناول الامور. هو النادي الاهلي اصلا اصدر قرارات غير أو أي وجه تصريحات. الشكر وجه الشكر واضاف واحد للجهاز او اللي عشان اطلع انا اقول ان في غليان ومجلس الاداره في انقسام ومجلس الاداره في احسس ان وانقل للناس صوره. هذا الكلام بينقل بيؤثر تاثير سلبي على الناس السبورتس المؤيدين والمشجعين اللي بينقل صوره غير صحيحه وبينقل صوره غير شريفه للاحداث اللي موجوده. وبعدين مش عايزين نهد في الكيان اللي هو بيمد كل الالعاب المختلفه باللعيبه. انا مش من مصلحتي صحيح. ان انا اهد وان انا انقل صوره غير صادقه. النهارده في اعاده هيكله في اعاده بناء نقاط على حروف سواء القرارات اللي هيتخذها الجهاز الفني هو اللي هيقول اللعيبه اللي هتيجي مين اللعيبه اللي هتمشي مين اللعيبه اللي في القائمه الافريقيه. مجلس الاداره لا يتدخل. مجلس الاداره بيلبي لانه هو على راس الجهاز الفني ما شالش كارتيرون. طالما في كارتيرون هو الكلمه العليا فنيا له. الاعلام لابد ان هو يتناول بايجابيه، لابد ان هو يعيد حساباته، يكتب اللي بيكتب يكتبه يعلمه ان النادي الاهلي صرح ما هدش فيه. مفروض ان انا اقف بجواره وسنده لما تكون فيه ازمه، مش ابقى انا مع الناس متاسف اللي في الموجه. لا ما يجبش. هو ده مفروض على الاعلام انه يساند ويؤازر ويؤيد لما يكون النادي الاهلي في احتياج له. انا في احتياج دلوقتي للاعلام الهادئ اللي يعيد اللي يكتب بايجابيه، يعيد الاتزان الى جمهور النادي الاهلي الغضبان اللي عنده حق برضه. فانا عايز اقول في النهايه النادي الاهلي بيعيد التركيبه بيعيد الهيكله، هيضم بعض اللاعبين استبعاد بعض اللاعبين كل دوت. انت عايز نتكلم على مباراه الوصل الاماراتي. طبعا الجهاز الفني مباراه تختلف عن مباراه الترجي، وبعدين اللعيبه عايزه تثبت ومش عايزه تثبت. اللعيبه هتادي لانها ما قصرتش في مباراه الترجي، عايزه تادي ومباراه منفصله تماما. ولما يرجع النادي الاهلي ويلعب في مباراه الدوري هتكون بروح ثانيه وباداء ثاني، لان اللعيب ليه حاجات كتيره بتاثر عليه. أكيد. مش لعيبه النادي الاهلي اللي خسرت بطوله ولا خسرت مباراه هتفقدها اتزانها وهتخليها تبقى بناحيه سلبيه. صحيح. ده غير وارد على الاطلاق. اكيد. طيب خلينا نروح لمباراه منتخبنا الوطني الاول امبارح قصاد تونس وفوز منتخبنا بثلاث اهداف لهدفين امبارح. شفت اللقاء ده ازاي؟ شفت ان ده اول اختبار حقيقي لاجيري؟ شفت طريقته في اللعب ازاي؟ شفت توظيفه للعيبه ازاي؟ وطبعا عايز ارجع بعد كده وهسالك اكيد عن القايمه اللي اختارها محليا بالتحديد، لان القايمه دي قبلت بانتقادات كتيره جدا ويمكن تسببت كمان في اعتزال نجمنا وليد سليمان، النجم اللي بيعيش افضل فتراته في الوقت الحالي مع النادي الاهلي، ان هو يعلن اعتزاله اللاعب الدولي بعد تصميم على عدم انضمامه لاكثر من مره في معسكرات منتخبنا الوطني الاول. انت سالتيني سؤال مركب فيه ثلاث اربع اجزاء عشان اتكلم عليهم. انت سالت في اسئله كثيره بس طبعا سؤال شامل جميل طبعا. ينم على انك ملمه جدا وفاهمه جدا، ربنا يوفق. ال 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 المنتخب
عشان نبقى صادقين، كل اللي قال ان مباراة تونس هي مباراة المحك الاساسي للمنتخب عشان المباراتين اللي قابلهم المنتخب مع النيجر صحيح، يعني كنا ممكن نوصف المنتخبات اللي واجهتنا ان هي منتخبات يعني متواضعة المستوى. ادي واحد. اثنين، انا عايز اقول حاجة. ده انا اللي اتعادلت مع تونس، انا كنت مهزوم 1-0. ادي بس افكر الناس. الحاجة التانية في نفس الوقت بقول ان واحدة من افضل المباريات اللي اداها المنتخب من فترة طويلة جدا. تقييم حضرتك الاجاري؟ لا، عايز هقول لحضرتك الحكم عليه انا بقول لسه، بس هو عامل نقله، مش ده المنتخب اللي كان بيلعب مع كوبر. لا، المنتخب فكر مختلف تماما، مش لعبه مباريات مفتوحه غير المباريات الدفاعيه اللي كنا بنلعبها. صحيح، ايام كوبر كنا بنبقى مهزومين وبنلعب ديفنس برضو، بنحلق برضو وفي الثلث الاخير مفاصل صلاح اقول يا صلاح ويدافع بوريده ومجلس الاداره يقول لك هو لا لا معلش معلش، بس برضو في الاخر هيكتور كوبر سابنا بصراحه محتارين ما بين هل المدير الفني ده كان كويس ولا ما كانش كويس. الراجل ده على هيكتور كوبر، الراجل ده وصلنا لكاس العالم بعد 30 سنه من الغياب. لا لا بص معلش، انا بقى ايه المربع ده او المحيط ده لما بدخل فيه بتنرفز، لان احنا قعدنا سنه بالكامل نلفت النظر على ان هذا الرجل فاشل، محدش كان بيسمعنا وهاجمنا اتحاد الكره كتير وفي الاخر. بس عايز انا بقى عايز اصل لنقطه الاستفاده من الاخطاء. صحيح. لا يا جماعه يا ناس، الحكم على اجيري مش دلوقتي. اولا بصراحه رقم واحد، المباريتين اللي فاتوا اقول لك دي المباراه الاساسيه اللي لعبناها، منتخب تونس ناقص نصه، اللعيبه الاساسيه نص المنتخب التونسي الاساسي ما كانش بيلعب. اذا جينا نتكلم على ظروف مباراه، لعيبه النادي الاهلي لما راحت تلاعب الترجي في ظروف النهارده، التوانسه جايين يلعبوكي هم اول المجموعه، لا جايين يلعبوكي في نص الفرقه ناقصه، جايين يلعبوكي وهم عارفين ان المباراه بالنسبه لهم فوز او هزيمه صحيح ما يوسلس، فبالتالي هم بيلعبوا ده كله ليه تاثير. أكيد. وفي اول المباراه انا اتضرب هدف يبقى في اخطاء. ادي واحد. اثنين، جيري نقل الفرقه من ناحيه الاداء والشكل والتشكيل والطريقه، طبعا ده يحسب له، مفيش مناقشه، دي ايجابيه. لكن النهارده عايز في جمله واحده، المنتخب ناقصه سترايكر، مهاجم، ما عندناش مهاجم، ما عندناش راس حربه، ولا مصر فيها راس حربه. ده بقى هو بقى دي شغلته، لان هو الراجل المسؤول فنيا ومعاه دي شغلته. اتنين، لما يلاعب باهر المحمدي سيرد باك جنب احمد حجازي، يبقى انا ما عنديش سيرد باك اساسي والدنيا كلها مصر كلها ما فيهاش. هتقول لي انا بجربه، علي غزال ما بيلعبش. النهارده عندك في خط النص النني سيء، خلينا نبقى صراحة. صحيح. انا محدش بيقدر يقول دوت. عايز اقول ان في النهاية في سلبيات كتيرة لاداء المنتخب. صحيح. رغم الفوز ورغم الاداء المشرف ورغم الوصول بالفريق الى بر الامان، لكن الفترة اللي جاية الخطة عايزين نشوف جدول المباريات اللي هيوضع للمنتخب عشان كاس الامم الافريقيه. صحيح. بشكرك جدا استاذ علاء محجوب، مدير تحرير المصور وبوابه الهلال الالكترونيه، نورتنا النهارده اكيد في كلام في الميديا، استفدنا اكيد من وجود حضرتك معانا كتير. مشاهدينا بشكركم جدا على حسن المتابعه، اشوفكم بكره باذن الله في حلقه جديده من كلام في الميديا الساعه 5 مساء. يوم سعيد.